لعلها المناوشات الأخيرة في صباح موصوف بساخن على مقربة من مجلس نواب الشعب في سياق المحاولات المتكررة لفك طوق أمني فرض على المنطقة للحيلولة دون أي تصعيد محتمل على أرضات تطورات الأحداث بفعل القرارات الأخيرة لرئيس الدولة. عدم تمكن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مرفوقا بعدد من النواب منذ ليلة الأمس من النفاذ إلى المجلس رغم قرار تجميد أشغاله تدافع لأجله بعض من أنصار حركة النهضة واختاروا المكوث أمام باب المجلس والتعبير عن رفضهم لما سموه انقلابا رغم إقرار بتحمل المسؤولية في التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرف تونس منذ 10 سنوات. متمسكون بإرادة الشعب، نحن نحترم مؤسسة الجيش وجيشنا جيش وطني، ولا نريد أن يتورط الجيش في أي خيار انقلابي. إرادة الشعب ستنتصر مهما كان الثمن، في النهاية ستنتصر. صحيح، بالمشاهدة معناها الشارع تقسم، حاولنا أن نتفادى هذا، ولكن للأسف يبدو أننا رجعنا إلى مربع سنة 2013، وأحسب إن شاء الله تكون فما عقلاء كما كانت موجودة في 2013 لتمنع هذا الاحتراب الأهلي في 2021، فنحن مستعدين لهذا وننتظر. غير أن مؤيدي قرارات رئيس الدولة اختاروا التعبير عن رفضهم لهذا الموقف بالاحتجاج ورفع شعارات مطالبة برحيل المنظومة السياسية الحالية وكل الموالين لها، حجتهم في ذلك تردي أوضاعهم ونفاذ صبرهم إزاء من تعلقت بهم شبهات فساد وسوء إدارة. عادة للي يسمعناه قرارات البارح، والحقيقة معناتها اللي عدينا 10 سنين من الاضطهاد، من معناتها لعبونا ياسر على أعصابنا، وتحسهم يعني منحازين لهم الحزب نتاعهم أكثر من للشعب التونسي ولا للدولة كتونس. نحن اليوم هبطنا إرادة الشباب، إرادة الشعب فوق أي اعتبار، لا أحزاب ورانا، لا منظمات، لا حتى واحد. كفاهم كذب. غير أن المقارعة بالحجج لم تكن اللغة السائدة، بل تبادل الاتهامات المستمر بين الشقين حد التراشق في بعض الفترات بالحجارة، ما اضطر القوات الأمنية في مناسبات متكررة إلى توسيع المساحات الفاصلة ورفع من عدد الحواجز المعدنية. لكن الثابت أن المشهد هنا قبلة مجلس نواب الشعب صار مشابها لمعرفته تونس سنة 13 2000 مع تغير في بعض التفاصيل.